ريال مدريد بعد ذلك الى الالماني توني كروس، مودريتش من جديد، جاريث بيل. الامور مستمره، الوضعيه حاضره على الكره بتغيير كامل اتجاه اللعب الى لوكاس فاسكيز في الجهه اليمنى، ريان في التغطيه، محاوله لمصلحه الريال. كريم اوهو يا خالد يا عيسى، الله يا خالد عيسى، خالد يتألق وبشكل كبير جدا ويثبت فعليا بأنه سيكون أحد المتنافسين الكبار على جائزة الأفضل في هذه البطولة. لكن يا سلام يا سلام على كرة اللاعب المتألق في مباراة اليوم، والحديث عن اللاعب لوكا مودريتش إلى من وصلت بعد ذلك إلى كريم بنزيما.